السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم درت وصفة الرز باللحم. هذا الوصفة سهلة وتوجد لكم بفيه طوالي في الصيف، خفيفة وبنينة وما تكلفكمش بزاف. واللي عجبتكم الفيديو ما تنسوش تابوني وتبارطاجي وديروا جيم فضلا ماشي امرا. وبسم الله نبداو الوصفة. هنا عندنا كيلو تاع اللحم، يكون شوية ميذم، ما يكونش غد بيفتاك، يكون فيه شوية لذام باش الرز تاعنا يجي بنين كيما راكم تشوفوا. وحسب الافراد تاعكم، اذا كنتو بزاف ديروا اكثر، ديروا كيلو ورطة، ديروا زوج كيلو حسب الافراد. هنا ندير الزيت ابوبخي 3 ملاعق اكل زيت، 1 كيلو دو فيوند دو بوف اي 3 كويير ا سوب دو لويل دو تابج او لويل دوليف. نخلوها تتقلى، هذا اللحم تاعنا تتقلى هي الصح. نكونوا درنا هنا شويه بك تاع البصل نقلو بيه، وهنا راني ندير القرفه، اونيون، فانيل، كوري، درت هنا الكوري مليح للروز، وهنا درت فلفل عكري بابريكا. الخطوة هي راهي تقلى اللحم تاعنا. هنا نزيدو كالك بوس داي اي ان بيمون، هنايا نزيدو الثوم ونزيدو الفلفل. الفلفل موش مشروط ديروه، الا ما تحبوش الحار استغناو عليه. هنا راني ندير في الملح شويه تاع الملح، ان بو سيل، وهنا عندنا بواغ نواغ فلفل اكحل نزيدو. بعد ما قلينا مليح نديرو الماء وما نكثروش باش ما تجينا الشروره باش يطيب لنا اللحم. نمرقو على جهه، ما نبقاوش نزيدو في الماء باش البنه تاع المرقه تقعد توجور مليحه. دوك هنا نخلوه يطيب واحد الساعه غير ربع، لازم يطيب مليح. هنا راهو طاب، ضفت الرز، ماذا بكم الرز البسماتي خير باش ما يذوبش، تكونوا شللتوه مليح وتضيفوا الرز تاعكم في عبار ونص ماء، ديروا عبار تاع الرز، معناتها هنا عبار ونص مرقه ديروا عبار تاع الرز، تكيلوا تنحوا كاع ديك المرقه تكيلوها، لازم تكون عبار ونص وديروا عبار تاع الرز تكونوا شللتوه. هاو طاب الرز تاعنا باللحم سامبل، ما فيه لا خضره لا والو، جا خفيف ظريف ساهل يطيب لكم به، فيه نص ساعه كان طابلي وراهي رائحه طيبه منه تطلع بلي زيبيس، يجيكم هكذا صون صوص طوماط، يجي صفر شويه، يجي ولا اروع الكو تاع لي ريستورون. جربوا الوصفه ما راحينش تندموا، ومرحبا بكم. هنا دوك راح ندير البوراك خفيف ظريف، شهر كامل حنا نديرو اللحم، اليوم ديسيديت نديرو بالطون وخلاص، يجي ثاني بنين. شوفوا علبة تاع طون قرفت تاع 200 غرام، اون بات دو طون 200 غرام، فتو هكذا بالموس باسكو يجي باسكو هذا ماشي ديميات دي مورسو، راني فتتو. دركا درتلو ثلاث انواع تاع زيتون، درتلو الفيولي الاخضر والكحل. دركا هنا نعطيكم ملاحظه، البيولي ردوا بالكم تجيبوا هذاك اللي مر، جيبوا اللي كي تاكلوه ماشي مر، لازم تذوقوه قبل ما تقطعوه، سينو يخسر لكم البوراك. هذا اللي يجيكم مالح فوالا، باسكو هنا انا ما راحش نضيف الملح باسكو الزيتون ديجا مالح، والطون ديجا الويل، هو البطاطا تاع الطون اللي درتها نشفتها كاع من الزيت. ودركا راح ندير لها الزيتون كيما راكم تشوفوا، تقطعوه برك كل حبه على زوج، كل حبه على زوج، ويجيكم واحد الكو ولا اروع، سامبل اقتصادي. ناكلو الحوت ناكلو الطون سي ميو، صحة الضو باسكو اللحم بزاف موش مليح. هكذا كي تشوفوا فوالا، شوفوا ديجا ريحة الزيتون راهي روعة. نزيدو زوج حبيبات بيض ونقطعهم كيما راكم تشوفو دو لا ميم مانيير، رقيق شوية هكذا فوالا. كي تشوفوهم شلخة كبيرة تزيديلها باش ما يجيكمش بزاف كبار، لي ما ترابيوهش دو بريفيرونس، ما ديروهش بلا غاب باسكو يترابيوه يتلقى جون دو يتلقى الريحه هكذا.
كما راكم تشوفوا طريقه سهله ويجي زاكي، يبان لكم شويه في الاول ومن بعد هو يولي لكم بزاف. شوفوا هنايا راح نزيد نضيف المعدنوس، نزيد الفرماج، ماشي كل حبه نحطوا له، نقطعوه هكذا دي مورتو. هذا الفرماج من نوع اللي شويه كبير، نتوما واش عليه لاصبتو نورمال، بصح ماشي فرماج بلون اللي يذوب، اللي يولي لكم قطع هكذا دي بتي مورتو، قطعوه باش تزيدوا تخلطوه هكذا. خاطش عليه الطون تاعنا ما فيش لاصوص، لازم نديرو الفرماج باش يجي طوندر. بون تاعنا ما فيش لاصوص، لازم نديرو فرماج باش يجينا كريمي شويه، ما يجيش ناشف كي نكونو ناكلو البوراك هكذا. كيما راكم تشوفوا يجي روعه، بنه رائعه وسهل ماهل واقتصادي، ويدير لكم هنايا اكثر من 10 حبات. راكم تشوفوا طريقة سهلة جدا وبنة رائعة. دوك هنا نخلطو كيما فهمتكم، مديروش الملح، تخلطو هكذا فوالا. كيما راكم تشوفو تخلطو البيض، الزيتون، معدنوس، الفرماج باش ما يجيكمش ناشف. الفرماج هذا كي يدخل مع البوراك يطيب في المقله راح يذوب شويه ويمد لكم ان غو بارتيكولي. هنا دوك نحكموا لي في دو بريك تاعنا تاع الديول ونقسموهم على زوج، قطعوهم كيف كيف باش الحبات يجيكم كيف كيف، لي دو كوتي يكونوا كيف كيف كيما راكم تشوفوا. دوك هنا هذا الباكي نزيدو هكذا ونبداو نفورميو لي في دو بريك تاعنا. عندنا هكذا، دوك هنا نحكمو شويه من لافارس تاعنا، نديروها هنا كيما راكم تشوفو، تفدو شويه تاع الزيتون، شويه الفرماج والطون، تعمروها شويه باش تجي بنينه. نغلقوا عليها هكذا، نديروها هكذا ونفورميو السامسه تاعنا. شوفوا تبقاو تقلبوها هكذا تجيكم سهله.